السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نصور لكم شقة في مجمع سكني في منطقة سنيوت. طبعا تبعد عن المتروباص تقريبا 10 دقائق مشيا على الأقدام. هذا المجمع تحتها في سوبر ماركت في مدرسة للأطفال. وصلنا للدور الثاني، رقم الشقة 12، 3 غرف وصالة، 167 متر مربع. أول ما ندخل هذا الانترفون، الدواليب الخاصة لها، دواليب الأحذية الله يكرمكم. أول ما ندخل الجهة اليمنى الصالون زي ما انتم شايفين، ما شاء الله سياح. لها بلكونة، بلكونة مرتبطة بين الصالون والمطبخ. طبعا في المطبخ الفرن وغسالة الصحون كلها جاهزة. هذه مخرج من البلكونة مرتبطة مع الصالة. هذه الغرفة الأولى. لها بلكونة ثانية كمان. هذه الغرفة الثانية. هذه دورة المياه الأولى. الله يكرمكم. هذه غرفة النوم الثالثة الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية. لها دورة المياه الخاصة بها.